مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور. كتب التفسير المعاصرة هي التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل. ممكن أن نقول ما ترك الأول للآخر، لكن بعضهم يقولون كم ترك الأول للآخر، وسنشاهد بعد هذا العرض مع دكتور مساعد بإذن الله عز وجل أي الكلمتين هي أصح إن شاء الله في هذا اللقاء. دكتور مساعد، لن نتحدث عن كل التفاسير المتأخرة وحتى المعاصرة لأن هذا سيطول، سنحدد وقتا زمنيا معينا، هل نقول القرن الرابع عشر أو بعض القرن الرابع عشر؟ ممكن نأخذ جزء من القرن الرابع عشر لأنه بيتداخل القرن الرابع عشر مع الخامس عشر. طيب يعني نأخذ مثلا تفسير يعني من الحقيقة، طبعا نتكلم عن نوع المطبوع وليس عن المخطوط، لكن من يعني من أوائل المطبوع في عام 1307 توفي حمزة الحسيني وله كتاب فكرته لطيفة، وهي أنه كتب التفسير بالحروف المهملة، كل التفسير يعني من غير نقط، وقالوا إن أخاه كتب بالحروف المعجمة يعني، وهذا يدل لا شك على براعة هذه اللغة. من قرأ أو من علق على كتابه أو قدم لكتاب الحسيني يعني عظم هذا العمل، وحتى كاد يدعي أنه فتح إلهي، وأنه ولكن الحقيقة ليس هناك شيء كبير، إنما هو جهد ذهني كبير جدا، وفي النهاية هي إبراز للمعاني بهذه الطريقة، وأحيانا يعني يكون في تكلف كبير ولا شك أنه سيكون في نوع من التكلف قطعا. جميل. لكن على الأقل هو مما يذكر، هو كتاب صغير ليس بكبير، وطبع الآن مؤخرا أيضا طبع وعيد الطباعة. هذا لعلنا نستعرض على الأقل خمسة تفاسير بشكل سريع ثم نعود إليها بشكل عندنا عاشور. هل سنتكلم عنه لكم متأخر لو أخذنا بالتاريخ نأخذ أسماءها أولا دكتور؟ لا بس في عندنا تفسير القاسمي ممتاز لمحاسن التأويل. أي نعم، عندنا تفسير محمد رشيد رضا، تفسير المراغي، وتفسير السعدي الأمر تسري، وتفسير السعدي، ثم تفسير الطالب بن عاشور الشنقيطي. نقف عند الشنقيطي يعني. إيه لا لا لعل لعل الوقت يعني سبع تفاسير. لا نأخذ يعني مقتطفات موجزة بها. كتاب تفسير القاسمي لمحاسن التأويل، الحقيقة القاسمي كتبه من الكتب المهمة جدا، وأيضا انتقاءات عالم، ورحمه الله تعالى كان يعني معروفا بكثرة انتقائه للمخطوطات، خصوصا مخطوطات الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستفاد كثيرا منها في كتبه. ولهذا من اللطائف أنه ذكر في مقدمة تفسيره رسالة لشيخ الإسلام يثبت فيها المجاز، على خلاف ما هو معروف، على خلاف ما هو معروف، ويبدو أنها كانت رأي الشيخ الإسلام متقدم، ثم بعد ذلك تحرر الشيخ الإسلام نفي المجاز. فهذه مثلا من الأشياء اللطيفة والظريفة في كتاب محاسن التأويل، اعتمد في مقدمة كتابه على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الشاطبي في الموافقات، وسار على نفس طريقة التفسير التحليلي صحة التحليل جدا، وبعض الآيات لا يتعرض لها لأنه يرى أنها معلومة ومفهومة، والآيات التي يتعرض لها في بعض الأحيان يقف عندها في قول تنبيهات وفوائد، وإذا قال تنبيهات وفوائد ففي الغالب يأتي بلطائف من النقول من كتب غير معروفة الآن بين يدينا، يعني ليست موجودة، حواشي على الكشاف أو حواشي على البيضاوي أو تفاسير أخرى، في يعني يقتنص منها فوائد نفيسة ومهمة جدا. ولهذا أنا أنصح من يقرأ في هذا الكتاب أن ينتبه لهذه، إذا قال تنبيهات وفوائد. الطبعة التي معك والنسخة اللي معك نسخة أثرية يا شيخ؟ والله النسخة عادية ما هي أثرية، هذه طبعا هي النسخة الموجودة، ليس هناك نسخة أخرى غيرها؟ لا لا، اللي أعرف أن النسخة واحدة، ما أذكر إذا كان في نسخة قبلها، اللي هي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ويعني هذه هي الطبعة الوحيدة، هي الطبعة اللي أعرف الآن موجودة، ما أعرف ولا يعني يستحق كتاب أن يعاد طبعه مرة أخرى بشكل أفضل يعني، أو على الأقل يصف أو يعاد هو تشميره. لو صف بصف آخر فهذا جيد، يعني لو صف بصف آخر فهو جيد، لأن الكتاب بالفعل بحاجة إلى خدمة في الإخراج، أما في قضية التحقيق المتعارف عليه فهذا ليس هناك حاجة كبيرة جدا، إنما هي خدمة في الإخراج، ولو حصل خدمة في إخراج أيضا الفوائد العلمية التي فيه فهذا سيكون أكثر إفادة، مثل المجموعة الشيخ الإسلام ابن تيمية، مجموعة ابن القيم التي كانت بإشراف الشيخ زيد الشيخ بكر رحمه الله تعالى،
والمجمل اللي معه الشيخ العمران علي العمران وغيرهم. الحقيقة من محاسن إخراجهم لكتب شيخ الإسلام وابن القيم هو تلك الفهارس العلمية التي في الأخير تختصر عليك أحيانا مشوار طويل من القراءة لتتبع بعض الفوائد. فهذا وغيره من كتب أهل العلم لو حصل لها مثال فهارسة منها تفيد جدا. فهذا ما يتعلق بهذا التفسير طبعا باختصار. هناك من يعني كتب في منهج المؤلف وبين طبعا محاسن هذا التفسير وبين ايضا بعض يعني الامور التي يراها يعني من عيوب التفسير، ولكن احنا يحسن بنا هنا ان نعرف ما هي المزايا التي يقتنصها طالب العلم في هذا الكتاب. عفوا يا شيخ، كم من مجلد الكتاب؟ هو 17 جزء، يعني هذا ايضا كبير جدا، فيكون قاسيا قراءته على الانسان العادي. يعني اتوقع انه سلس سهل، ما هو لا قد يكون من بسبب الطباعه، ولا لو طبع طباعه حديثه أتوقع أنه يكون أقل بهذا بكثير. مثل ماذا من الاختيارات التي أعجبتك للقاسم رحمه الله؟ والله الآن ما أذكر، لكن لا أذكر الآن، لكن إذا قال تنبيهات وفوائد في الغالب كما قلت لك يكون فيه نوع من الاختيار الجيد للفوائد. عموم كتبه ينصح بها الشيخ جدا، يعني القاسم رحمه تعالى كان عالما وكان حريصا أيضا على في طلب العلم، ولهذا كتبه سبحان الله من الكتب النافعة جدا، هو وكذلك الشيخ طاهر الجزائري وكان قريب من عصره. فهؤلاء كتبهم ودخل اختياراتهم وانتقاءهم يعني انتقاءات علماء. في أي صنفين تضع الكتاب؟ كم ترك الأول الآخر ولا ما ترك؟ لا 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 شك جاء به، هو انتقاء يعني جميل. الشيخ رحمه تعالى كان ينتقي، فالشيء المعلوم يفسره ظاهرا كذا ثم يبدأ بانتقاءات. هو طبعا الناس يقول إذا كان مجرد انتقاء 17 مجلد 17 جزءا ما الفائدة لها من وجود الكتب الأخرى؟ لا، الفائدة أن الذي الكتب التي ينتقي منها غير موجودة. يا سلام، فهذه مهمة أن ينتبه لها طالب العلم. وأيضا هو له بعض التحريرات وبعض الوقفات، يعني ما دام ذكرت الآن ذكرت فائدة مهمة في تفسير يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هل الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجارية أو المارية أو العسل؟ هو رجح أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو المارية، مع أن قصة العسل مذكورة في صحيح البخاري، والبخاري جعلها في نفس في التحريم، لكن هذا من اجتهاده، ولكن الصحيح أنها مارية، وجاء بخمس أدلة على أن المراد أو على أن سبب النزول هو كان مارية وليس العسل. فهذا أيضا من البدائع أو القضايا البديعة التي ذكرها القاسم رحمه الله تعالى. طيب أظن نقف عند هذا تفسير القاسمي حتى لا يأخذ الوقت، نذهب إلى التفسير الآخر. عندنا أيضا من التفاسير، هناك كان في تفاسير حقيقة بدنا نعرضها لكن لعلها تكون في حلقة قادمة، لكن لعلنا نأخذ تفسير المنار. وتفسير المنار أيضا مشهور جدا، ابتدأه محمد عبده بطلب من محمد رشيد رضا، ثم بدأ بعد أن توفي محمد عبده أكمل محمد رشيد رضا التفسير، أكمله هو في حلقات يعني في المجلة في المجلة ثم جمعه. طبعا الكتاب الحديث عنه مشكلته يحتاج حديث عن من هو محمد عبده وما هو منهجه، ثم من هو محمد رشيد وما هو منهجه، لكن أنا أشاهد أمامي الآن منهج المدرسة العقلية الحديثة. أي نعم، هو أنا جئت به قصدا لأنه يفيد كثيرا جدا من أراد أن يقرأ في منهج هذه المدرسة، كتاب الدكتور فهد الرومي، وأحد الكتب طبعا ليس هو الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن هذا، لكن هذا الكتاب يعني تميز بأنه وجه نقدا لهذه المدرسة وأبان بعض المشكلات التي فيها. يعني هي هناك مدرسة جمال الدين الأفغاني. أي نعم، مدرسة جمال الدين الأفغاني. وهناك أيضا من درس هذه المدرسة وأبرز الجوانب الإيجابية فيها، فالقارئ يمكن يطلع على هذا وعلى ذاك. طبعا هذا الكتاب أيضا نفس فكرة محمد حسن صديق خان في العنوان الطويل الذي يذكر، لأنه الآن سماه تفسير المنار، وكان نسبة طبعا إلى المجلة التي ذكرها. يقول هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثوري وصحيح المعقول، الذي يبين حكم التشريع وسنن الله في الإنسان، وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان، ويوازن بين هداياتهما عليه المسلمون في هذا العصر وقد أعرضوا عنها، وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها. كل هذا يبرز لنا من حقيقة الكلام، هذا المجمل يبرز لنا هدف هذا التفسير ومقصده. ولهذا بعضهم يسمي لما يعني يصطلح على يسمي التفسير الهدائي، التفسير الهدائي نسبة إلى الهداية،
ويجعل تفسير المنار نموذجا لها. وبعضهم يقول التفسير الاجتماعي ويجعل تفسير المنار أيضا نموذجا لها، يعني كأنه طرح قضايا القضايا المعاصرة فيسمونها بهذه أو يصطلحون عليها بهذه المصطلحات. هذا الكتاب لا شك فيه فوائد، والحقيقة بني عليه بحوث وبنيت أيضا عليه أفكار، وما دمنا في جانب التنبيهات على بعض التفاسير، هذا التفسير بالذات أنا أقول إنه من التفاسير التي حملت التفسير ما لا يحتمل، وطالبت المفسر بأن يكون يعني يكون مصلحا اجتماعيا. وهذه فكرة لا أزال أجد بعض من يتعرض للتفاسير يلمح إليها ويتنقص بعض التفاسير أحيانا، أو يطلب أن يكون المفسر مصلحا، وهذه بالحقيقة فيها نوع من خلط في المصطلحات وأيضا خلط في ترتيب الأعمال. فالفقيه في حقيقته مصلح، والعالم والمفسر مصلح، والعالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مصلح، كل هؤلاء العلماء الشريعة هم في الحقيقة الأصل فيهم أنهم مصلحون. لكن يمكن قصد الشيخ محمد أو غيره من كان في وقته أن الغالب على كثير من العلماء في ذلك الوقت لم يكن أثرهم كبيرا جدا في المجتمع، ممكن هذا الذي كان يقصده يعني. هو قد يكون، لكن لما يأتي إلى القرآن على أنه كتاب هداية وصادق في هذا، ويريد أن يكون كل من يتعرض للقرآن يرتبط بهذه بإبراز هذه الهدايات، فهذا بالحقيقة مطلب لكنه ليس من التفسير. والمعنى ذلك أنه إذا استطاع أن يفسر القرآن وبين هذه الهدايات فحسن، لكن علماؤنا السابقون ولا يزال بعده أيضا من جاء لم يكن هذا هو مقصدهم، المقصد هو بيان كلام الله. أما هدايات القرآن وتطبيقاتها فهذه في الحياة العملية، ولم يكونوا يكتبون ويسجلون كل ما يقوم به من هذه الأمور، وكذلك أيضا معالجتهم للنوازل، معالجتهم للقضايا المجتمع كانت قوية وسائرة، فهم كانوا موجودين. فلكن أن تلزم بأنه ما دام يفسر القرآن لابد أن يكون مصلحا اجتماعيا، فهذا الربط ليس بصواب، كما يقول أبو عبد الرحمن فتعلمنا العلم والعمل، كانوا يعملون به يعملون نعم. جميل. يعملون به. لكن هل هناك فرق بين أول الكتاب وآخره على حسب المراحل الفكرية التي مر بها المؤلف؟ بلى، أن قلنا هذه من القضايا المهمة التي يجب أن تبرز، أنه المراحل الأولى التي كان يكتب فيها محمد عبده غير المراحل التي كتب فيها محمد رشيد رضا كانت أفضل، ولما طلب منه أن يعدل تركها، قال هذا يعني ما كتبه الإمام فنتركه كما كتبه. الحقيقة يعني بالفعل هذا هو الصواب، وأنه لا يتعرض لما كتبه محمد عبده. تصور لو أنه غير على طلب بعض هؤلاء، معنى ذلك أنه لا نستطيع أن نعرف ما هو تفكير محمد عبده. في جانب مهم جدا أيضا أحب أن ألمح إليه في قضية تفسير المنار وهذه المدرسة وما أحدثته الحقيقة من نوع من التجديد. هذه المدرسة جاءت في وقت كان فيه غلبة الغرب كما هو اليوم، بل هي بدايات الغلبة عند الغرب وضعف عند المسلمين ضعفا شديدا، وكذلك الأزهر بالذات وكان منارة العلم في ذلك الوقت كان أيضا علماؤه يعيشون بطريقة هي نفس طريقة العلماء السابقين في قضية أخذ العلم وتلقيه والمتون وشروح إلى آخره، فهذه أثرت عند هؤلاء عند الشيخ محمد عبده وأيضا محمد رشيد رضا، يعني لم يواكبوا عصرهم. نعم، شنوا على هذا نوع من التفكير وهذا النمط العلمي، شنوا عليه حملة وابتدأوا بطريقة من طرق التجديد. لكن مع محاولتهم لإبراز هدايات الإسلام وغيره إلا أنهم تأثروا بهذه الحضارة، يعني يشعر من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وأثرت عليهم في بعض جوانب التفسير. حتى محمد عبده مثلا في سورة الفيل ادعى أن الحجارة من سجيلها مكروبات ليتوافق مع النظر العصري، وأنه لا يمكن هذا لا يتوافق مع النظر العصري أن تقول حجارة أمسكتها طيور وأنزلتها بهذا الشكل. فهذه الحقيقة هذا التأثير من الحضارة الغربية على هذا التفكير في التفسير هو جانب خطر جدا، ولا يزال إلى اليوم مع الأسف هذا النوع من التأثر غير المرئي والمشاهد، ولكن آثاره موجودة في تفاسير بعض الناس، لا يزال إلى اليوم مع الأسف موجودا.
مع أنه أثر في بعض الآخرين. يعني هل الشيخ بن سعدي تأثر بتفسير المنار مثلا؟ جدا تأثر من هذا، سنأتي إليه في من كتابات صاحب المنار تأثر بها قطعا. جميل، بقي شيء تضيفه أو نقول لا؟ لعل نكتفي بهذا. يعني من أراد أن يعرف المنهج هذه مدرسة يقرأ هذا الكتاب إذا نعم، هذه دراسة ناقدة لمنهج هذه المدرسة. نعم. ثم بعد ذلك تفسير المراغي أو تفسير آخر؟ تفسير المراغي هو بنفس الحقيقة نمط نفس المراغي. كان من علماء الأزهر أو شيخا له؟ هو لا، هو جاءت بعده، ولكن الحقيقة كتاب المراغي في قضية مهمة جدا يمكن أن نلمح إليها، وهي ترتيب الكتاب. يعني المراغي رحمه الله تعالى اللي هو أحمد مصطفى المراغي أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكلية العلوم سابقا، لم يكن أزهريا يعني. لا أدري عن تفصيل حياته الحقيقة، لكن إذا ذكر يذكر مقطع من الآية المفردات ثم المعنى الجملي، طبعا نسبة إلى الجملة، ونحن نقول معنى الإجمالي، ثم يأتي بالإيضاح. يعني هذه ثلاث قضايا يطرحها في التفسير الآيات. هذا التفسير المدرسي إن صحت التسمية. أشبه ما يكون بالتفسير المدرسي، أشبه ما يكون تفسير الشيخ بكر أبو بكر الجزائري. أبو بكر الجزائري نعم، ولعله يأتي في لقاء لاحق الحديث عن بعض التفسير المعاصرة القريبة هذه. وسار على هذا المنهج. طبعا له تأثر ببعض الشيء عنده لوثة من لوثات هذه المدرسة وبعض التأويلات الموجودة، لكن من حيث العموم الكتاب أيضا يعتبر من الكتب الجيدة التي يمكن يستفيد منها طالب العلم، وإن كان قليل الرجوع إليه. يعني قل ما ترى من يرجع إلى تفسير المراغي في هذا العصر. وغير نعم. مشهور عند كثير من الناس، لكن لا بأس أن نعود إلى المنار الشيخ. يعني وش نعم. الأشياء التي ربما تكون يعني مثار جدل كبير في تفسير المنار، مثلا يجوج ماجوج، المسيح الدجال، هذه مثلا المدرسة العقلية. ولما رجع الكتاب لاختصار الوقت، المدرسة العقلية فيه عندها قواعد معينة، مثلا قضية خبر الآحاد، وأن خبر الآحاد لا يأخذ في العقائد مثلا. فإذا جاءت قضايا مرتبطة بالاعتقاد ومن خبر الآحاد فإنه يردها بسهولة. النظر إلى تفسير السلف نظرة فيها ضعف أو استضعاف لهذا التفسير، وأنه مليء بالإسرائيليات، وأن كتب المتقدمين فيها أشياء منكرة إلى آخره. فهذه أضعف تجانب الاستفادة من تفسير المتقدمين. مثلا إذا جاء عن ابن عباس شيء هو لا يراه مناسبا للعقل يرده، ليس لأنه ضعيف من الإسناد، وإنما لأن عقله لا يقبل مثل هذا القول. آراءهم في بعض الآراء في الملائكة في الجن، مجموعة من الآراء التي صدرت كلها، وهي من تأثيرات كما قلت لك تأثيرات الحضارة الغربية. في أناس طبعا تخلصوا منه، أو خصوصا لكل لهم علاقات في العلم الشرعي القوي وتأثروا بالمدرسة، لا يوجد عندهم مثل هذا. لأنه هناك من مشايخنا رحمهم الله من كان يثني على الشيخ حمد رشيد رضا وعلى مجلته، وكان يكتب فيها بعض المشايخ، وكانوا هو في آخر أمره صار أقرب بكثير جدا. يعني في آخر أمره أقرب، وترك بعض، وأيضا اعتذر لنفسه وترك بعض الأشياء وصرح بها في مجلة المنار. ممتاز. نعم. إذن انتهينا من هذا، ويبدأ يبقى عندنا تفسير السعدي أظن الشيخ. قبل تفسير السعدي قبله تفسير، يعني وقبله بسنوات قليلة، تفسير القرآن بكلام الرحمن. وقال تفسير مختصر جامع من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا لأبي الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسري، توفي سنة 1368. وهذا الكتاب فكرته تفسير القرآن بالقرآن. يا سلام. فهذا من الكتب التي يمكن أن يشار إليها عند من يدرس قضية تفسير القرآن بالقرآن. يعني هل هناك كتاب قبله مفرد في هذا الجانب فقط؟ قد يكون كتاب الصنعاني اللي هو تفسير القرآن، تفسير القرآن ب، والله نسيت عنوانه، لكن أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، لكن لم يكن مشهور عند السلف هذا الأمر. اللي هو ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن إفراده في مؤلف؟ لا إفراده لا، لم يكن معروف، لكن في تفاسيرهم كثير. وهذا الكتاب طبعا هو ميزته هذه القضية اللي هي قضية تفسير القرآن بالقرآن، وطبعته جيدة يا دكتور. نعم، أخرجوه بإخراج جميل جدا، ولا أدري عدل الآن موجود منه نسخة ولا، لأنه يعني كم مرة دخلت في المكتبات ما أراه. هذا بالنسبة لتفسير القرآن بكلام الرحمن. هو نعم. معنا يعني بعد إن شاء الله كم حلقة هذا الشيء بشيء يذكر، معنا أحد المشايخ من القارة الهندية يتحدث عن دور علماء الهند في إثراء الثقافة العربية عموما، سواء في التفسير أو الحديث. أو تكلمنا عن صديق حسن خان وعن
أيضا الشيخ الهندي المرستاني أيضا، هذا يعني شيء بشيء يذكر لعل إن شاء الله نشوق الأخوة المشاهدين له. والله القارة الهندية ترى مليئة ما شاء الله. صحيح يعني أنا أتكلم عن من ألفوا بالعربية فقط، أما من ألفوا بلغتهم فهم أيضا كثر في كثير من الشروح. التفسير الآخر دكتور مساعد، تفسير ابن سعدي هو عاد مشهور جدا. طبعا كما ذكرت أنه كتاب مشهور جدا لتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، توفي 1376، وهذا الكتاب ما شاء الله يعني لقي قبولا كبيرا جدا، ولعلها من حسن طالع الشيخ رحمه الله مما يدل على إخلاصه إن شاء الله في يعني في نشر هذا العلم. وكتبه عموما كتب سائرة وقلمه سيال وسلس، ولهذا سبحان الله وأنت تقرأ في تحس بأن روح الشيخ تسري في هذا في هذه الكتابات، يعني كأنه ماثل أمامك وهو يكتب هذا الكتاب وبدون تكلف. بدون تكلف الذي يميز الكتاب الحقيقة الكتاب، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى كان يلقيه على العامة إلا أنه كتاب محرر، والشيخ كان يطلع على الأقاويل ثم يلخص بعبارته الرشيقة يلخص التفسير، فلا يقول قال ابن عباس قال مجاهد قال، ما يذكر هذه الأقوال وإنما ينشئ إنشاء، لكن يستوعب كل هذه الأقوال ثم يذكرها. لا ينشئ هذا إلا بعد أن يكون اطلع، والذي يعرف الأقاويل يعرف ما مبلغ علم الشيخ رحمه تعالى وقوة سبك العبارة عنده. طبعا هناك جانب يمكن نعتبره نوع من السلبية، وهي قضية الجانب الإنشائي الذي استخدمه الشيخ رحمه تعالى في تفسيره، قد لا توصل القارئ العادي إلى فهم المعنى. يعني لما يقرأ هو يقرأ كلام جميل، لكن إذا قرأ يعني المتعلم يعني في بداية تعليمه الكتاب ويقرأ هذه العبارات الإنشائية لا يستطيع أن يدرك المعنى المراد من الآية بسبب إنشائية العبارة. فالإنشائية هذه ميزة في جانب وقد تكون سلبية في جانب آخر. طبعا الشيخ أيضا رحمه الله تعالى مكثر من الاستنباط، وأحيانا قد يعقد فصلا في فوائد مستنبطة من بعض قصص القرآن، وهو أيضا من خلال أيضا كلامه يذكر بعض الاستنباطات. ممتاز. فهذا أيضا من الأشياء التي يتميز بها كتاب الشيخ رحمه الله تعالى. يعني كأني بك الشيخ لا تقول لا يصح للمبتدئ أن يقرأ هذا الكتاب. لا مو لا يصح، لكن أقصد أن المبتدئ لا ينزعج إذا قرأ هذا الكتاب ولم يستطع أن يصل إلى المعنى، ليس لسبب وإنما يبدو أحيانا بسبب إنشائية فقط. لا، لأن هناك إشكال آخر، الشيخ لم يتطرق إلى بيان المفردات. هذا صحيح، وهذه إشكالية للشخص المبتدئ الذي يريد أن يعرف معاني الكلمات لأنها تعينه على الفهم، بل أحيانا ما يفهم الإنسان إلا إذا فهم معاني الكلمات. وهذا أحيانا لما ننصح بهذا الكتاب بعض الناس يقول أرتاح للكتاب الشيخ، نقول أضف معه كتاب في مفردات القرآن وقيدها بحيث أنها تتبين لك، فلما يقرأ المفردات يفهم المفردات ويقرأ هذا التفسير الإنشائي يتكون عنده المعنى. من خلال قراءتك الكتاب اختيارات الشيخ التفسيرية بالذات من أقوال المفسرين حين ما يذكر لهذا القول، في الغالب أنك مرتاح إلى هذه الاختيارات جدا. أنا أقول لك الحقيقة اختيار عالم، وبالفعل عبارة محكمة جدا، وأحيانا تجد الآية مشكلة وإذا رجعت إلى تفسيره تجد أنه يحل لك هذا الإشكال في هذه الآية في اختياره. فهذا لذا نقول أنه من الكتب التي تعتبر كتب يعني علماء، ولكن مع ذلك كما قلت لك الشيخ كان يلقيه بعد الصلوات يعني على العامة، فلذلك مناسب أن يقرأه الإمام على جماعته في المساجد. جدا جدا، لأنه لا يخلو من فائدة إطلاقا، لكن كلامنا عن تحرير المعنى والوصول إلى المعنى هذا قد يصعب على المتعلم. هل هناك شيء مما استفاده الشيخ من تفسير المنار ذكره في كتابه هذا؟ لا أذكر بالضبط يعني شيء معين ومحدد، لكن عموما قراءة الشيخ واطلاعه على مجلة المنار أثر عليه سواء في هذا الكتاب أو في كتب أخرى. لأن القصة المشهورة في اختيار الشيخ مسألة يأجوج مأجوج ليست موجودة في هذا الكتاب. هو طبعا لها قصة معروفة وصار يعني في جدل بينه وبين بعض العلماء وطبعت مؤخرا، اللي هي يأجوج مأجوج طبعت مؤخرا، ولا يمكن أن ترفض يعني لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. طبعا الإشكال الوحيد اللي يمكن أن يورد على أو أن يشكل هو حديث أنهم يأتون إلى يعني هذا السد ويحفرون حتى إذا نقبوا فيه نقبا
جاءهم الليل فقالوا نعود إلى الغد ولا يقولون إن شاء الله. هذا الحديث يقول عنه الكثير فيه غرابة، وهذا صحيح. إذا سقط هذا الحديث، يعني صار الحديث مشكلا فيه غرابة وهذه النكارة ولم يعني يعمل به، فيبقى أن ما قاله الشيخ صحيح. إذا لم يكن هذا النص مستدلا به فكلام الشيخ لا يستقيم، كلام الشيخ يستقيم في أن يكون السد، وهذا هو الأقرب، أن السد أنه علامة على خروج يأجوج ومأجوج، وليس أنه يلزم من أنهم وراء هذا السد ويحفرون. ممتاز. فإذا كان كذلك فأقرب الأقوام في الوصف الذي ذكر عن يأجوج ومأجوج هم مثل ما ذكر الشيخ اللي هم الصين وغيرهم. إيه لكن الشيخ توسع من كل حدب ينسلون، قال من الغرب والشرق، حتى جعل أيضا بعض الأمم الغربية منهم يعني. هذه طبعا هذا التوسع هو اللي قد يكون فيه إشكال. طيب أنا سمعت أن التفسير الميسر الذي توصي به دائما يا عبد الملك أن عمدته تقريبا هذا الكتاب، هل هذا صحيح؟ والله ما أعرف الحقيقة. المشكلة التفسير الميسر أن الذين طبعا كتبوه مع الأسف يعني غير معروفين، وهذه مشكلة، وأنا أرجو أنه يعني وأتمنى أنه توضع أسماء الذين شاركوا في تأليفه راجعوا. المشكلة الثانية أنه هذه هل معتمد على التفسير الميسر ولم أسف على تفسير السعدي ولم يعتمدوا غير ظاهر، يعني ظاهر معتمد على تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، هل هذا كان من عمدهم؟ لم يذكر هذا الشيء. تبقى مسألة أخرى وهو أن الشيخ فيما يظهر لي اختصر كتابه هذا على شكل تفسير موضوعي اللي هو الكتاب الآخر، بس ما أذكر اسمه أيضا، تفسير اللطيف المنان، تفسير لطيف في خلاصة تفسير القرآن. أي نعم. هذا ميزته بالفعل أنه موضوعي، بحيث أنه جمع موضوعات من القرآن مثل الطلاق، النكاح، وجمع موضوعات القصص أيضا. أي نعم، والقصص، وفسرها تفسيرا إجماليا مقتبس من هذا. ليس مقتبس من هذا. نعم. جميل. هو مقتبس من هذا، وهذه أحد صور التفسير الموضوعي التي لم أجد من أشار إليها ممن كتب التفسير الموضوعي سوى الدكتور محمد العواجي، أشار إليها إلى هذا التأليف. ولكن من كتب في التفسير الموضوعي ممن طلعت عليهم لم يشير إلى هذا الكتاب، ويبدو لي والله أعلم أنه عدم اطلاع على هذا الكتاب، خصوصا أن بعضها من كتب التفسير الموضوعي بعضهم في فلسطين، بعضهم في الأردن، وبعضهم في الجزائر، وبعضهم في المغرب، وبعضهم أيضا ممن هو معنا في هنا، لكنه ظاهر جدا لم يطلع. الكتاب لم يطبع طبعات تجارية كثيرة كهذا الإشكال، هو طبعات وزارة الشؤون الإسلامية هو وزع يعني. لا طبعة قديمة. له طبعة قديمة. إيه له طبعة قديمة. يعني الحديث ماتع عن تفسير ابن سعدي، لكن الوقت قد بدأ ينفذ، نذهب إلى التفسير الأخير معنا وهو من التفاسير العظيمة. هو لو ربطنا فقط إشارة سريعة تفسير كأنه تربطها لتفسير القرآن بالقرآن لكتاب الشنقيط رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كان هدف مؤلفه ينقسم إلى أقسام، اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، تحقيق مسائل في أصول الفقه، تحقيق مسائل في اللغة، في الفقه واللغة أيضا. فكانت إذا جاءت مسائل مشكلة في الفقه أو اللغة أو حتى في أصول الفقه فإنه يحررها. وإذا كتابه صار جامعا لقضايا الفقه والأصول بالذات كثيرة جدا جدا، وإن كان المقصد الأول والأساس هو تفسير القرآن بالقرآن، لكن لم يتعرض إلى كل تفسير الآيات. لا لا قطعا، لأنه ليس كل آية يلزم أن يفسرها آية أخرى. وهل نقصت عليه آيات مفسرة بآيات لم يذكرها؟ قطعا، هذه تختلف اختلاف نظر الناظر. سيأتي من يستدرك علينا، هذا باب واسع، هذا باب يدخله الاجتهاد، وهو باب واسع جدا جدا. وهذا التفسير ألفه شيء حرره، لم يلقه يعني. أي نعم، هذا مما ألفه، وهو من ضمن المجموعة التي طبعت له. أي نعم. والشيخ خالد السادات حفظه الله عمل على التفسير الآخر المسموع وحوله إلى مكتوب. يعني لا يكفي كتاب الشيخ تفسير القرآن بالقرآن، لا يكفي العذب النمير. لا يكفي العذب النمير، لأنه ميزته تفسير متكامل، وهذا فقط تفسير القرآن بالقرآن بالذات، وأضاف إليه كما قلنا تحقيق مسائل أصولية ومسائل فقهية. لكن ميزة المفسر رحمه الله نفسه الشنقيطي رحمه الله، يعني هل هو من التفسير بمنزلة وعلو وكاب؟ والله هذه تبرز، يعني يبرز الشيخ في العذب النمير أكثر منه في الأضواء البيان. لأني أذكر كلمة للشيخ رحمه الله لما قيل له أن صاحب الحاشية على الجلالين يقول بقول غير قوله، يعني قال أن ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وقد وقفت عندها وقرأت تفاسيرها فيما حضر لدي وعرفت كلام أهل اللغة والفقه. هذا الشيء يعني قد يكون هو مشهور بهذا الشيخ الشنقيطي، وكثير من الشناقطة ما شاء الله مشهورين بقضية الحفظ. ممتاز. لكن هي قضية تحرير حقيقة، هذه طبعا تحتاج إلى نظر، ليس عندي فيها الآن نص. أن بما أن يعني ذكرنا الشنقيطي وهو 93، كان بودي أن نذكر أيضا تفسير الدوسري، لأن أيضا في نفس الوقت، لكن
وقت الحلقة معنا انتهى، نجعله في وقت آخر شيخ. طيب لا بأس. طيب أنا شاكر لك، ويعني لعلنا إن شاء الله ننتقل للفقرة التالية. لا نفي دروب العلوم اللقاء يكون للأرواح حين مرتقى. إذن هذه فقرة اخترنا لك، ويبدو دكتور مساعد أنها مرتبطة بالتي قبلها، لأن هناك كتاب من كتب التفسير المهمة اخترت أن تضعه في هذه الفقرة، وهو كتاب التحرير والتنوير. أنت أشرت إليه، فانتقلنا إلى كتاب أضواء البيان. كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور من علماء تونس، يعني من كبار العلماء ورجل مشارك في يعني عدد من الفنون. هذا الكتاب ألفه كتابه ألفه مؤلفه خلال 40 سنة، وهو من الكتب الحقيقة اللي يصدق عليها أن نفس المؤلف لم يتغير فيه من أول كتاب إلى آخر كتاب، لأن المعتاد أن المفسرين يبدأون في بداية تفسيرهم بقوة ويذكرون كثير من المعلومات ثم يبدأون يتخففون. فتجد أحيانا بعض التفاسير المجلد الأول في سورة البقرة وسبع مجلدات في بقية القرآن، فما في توازن. أحياناً الشيخ كثير من القواعد والإعرابات وبعض الأحكام الفقهية يكون قد تعرض لها فيحيل إليها فيما بقي. لا يحيل، هو مشكلة بعض كثير من المفسرين لا يحيل، لكنه يتخفف، يريد أن ينتهي من التفسير ويكمل القرآن. يمكن هذا الذي جعل المحلي يبدأ من منتصف. قد يكون، لكن لاحظ إنه الشيخ طارق بن عاشور رحمه الله نفسه واحد. يا سلام. من أول التفسير إلى آخر التفسير. الحقيقة الكتاب هذا أنا أعتبره من عيون تفاسير المتأخرين، بل هو إن لم يكن أنفس فهو من أنفس كتب المتأخرين. قضية الخلاف مع المؤلف رحمه الله تعالى في بعض القضايا اللي طرحها في الاعتقاد لا تعني أنه لا يستفاد من هذا الكتاب، لأن فيه تحقيقات يعني بديعة جدا، وقد حرص على الجانب البلاغي، ولهذا ذكر في الجانب البلاغي أشياء كثيرة جدا جدا، هي عمدة للدارسين في التفسير البلاغي للقرآن، يعني عمدة للدارسين إلى اليوم. وفي كم مجلد يقع الكتاب؟ هو في 30 جزء، طبعا الجزاء على حسب أجزاء القرآن. ممتاز. وبناه على قراءة قالون يعني كما هي، ولقراءة نافع، واعتمد فيه على هذا الجانب، يقول الجانب البلاغي، مع أيضا قضية مهمة جدا وهي تحليل المعنى من جهة اللغة، يعني هو حريص جدا جدا على هذا، حتى يكاد يكون يستخدم أسلوب الحد المنطقي في تعريف الكلمات، حتى يعرف الجدار البيت إلى آخره، يحرص على تعريف كل مفردة من المفردات. سبق إلى هذه الطريقة العامة الشاملة أم ما أذكر الحقيقة أحدا سبقه بهذه الطريقة، لكن تجد في التفسير الأخرى من يكون له مثل هذا، لكن بهذا التكامل لا أذكر. النفس الفقهي موجود عنده في الكتاب؟ النفس الفقهي موجود لكنه قليل، يعني على حسب ما تعطيه الآية. النفس الإصلاحي الذي كان يذكره محمد رشيد رضا؟ قليل جدا، قليل جدا، كان كتاب عالم مو كتاب مصلح. جميل. وفي جانب آخر اللي هو جانب المشكلات في التفسير. يا سلام. يعني بعض الآيات المشكلة في التفسير تجد أنه رحمه الله تعالى كان يحرص على إبرازها وحلها، وهذا قلما يرد عندك إشكال في التفسير وترجع للكتاب لو تجد أنه على الأقل أشار إليه، وله في ذلك الحقيقة أيضا إبداعات. جانب آخر من الجوانب مهمة جدا مثلا ويعنى بها كثير من طلاب العلم، ختم الآيات ومناسبة ختم الآيات، خصوصا إذا ختمت بأسماء الله سبحانه وتعالى، يبين مناسبة هذا الختم، يعني لماذا اختير هذا الاسم، ولماذا ختمت الآية بهذه الخاتمة، وبشكل يعني واضح غير متكلف جدا، غير متكلف. يا سلام. يعني غير متكلم، هو الحقيقة كلام عالم. وأنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب لطلاب العلم والقراءة فيه والاستفادة منه. يقرأه الجميع يا شيخ؟ طبعا ليسوا من طلاب، يعني طالب العلم اللي في الشريعة، طالب العلم في اللغة، في اللغة، وطالب العلم اللي في التفسير، كل هؤلاء يستفيدون منه. ممتاز. يعني حتى طالب العلم اللي في مثلا في علم الحديث في غيره، إذا راجع على هذا الكتاب فسيستفيد من فائدة كبرى. يصدق عليها كم ترك الأول للآخر؟ جدا هذا الكتاب. نعم. طيب. وله استدراكات وله يعني إبداعات كثيرة جدا في هذا الكتاب، حتى له موضوع يسميه مفردات القرآن لم يسبق إليه، لم يسبق إلى هذا المصطلح،
ويكثر من يبين أن هذا من مفردات القرآن. يا سلام. نعم. هو يعني يبقى السؤال عن علم التفسير، يعني هل بقي فيه شيء للمعاصرين وللقادمين أيضا؟ هذا يعني أظن مجال ولا يعني شك أنه يبقى، لكن كيف يستطيع أن يهتدي إليه؟ هذا هو. وأيضا أنا أريد أن كان بقي شيء والله الوقت انتهى يا عبد الملك. ثواني فقط، أن ما ذكرناه عن هذه التفاسير لا يغني، إنما هي مجرد إشارات وإلماحات، وكل كتاب منها يحتاج إلى يعني حلقة لتتكامل الكلمة. طيب التفسير والمفسرون هل تطرق إلى شيء من هذا؟ تطرق إلى بعضها. إلى بعضها. نعم. طيب دكتور مساعد طيارة، شاكر لك، شكرا لك لا نافي.